السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم الحصة تاعنا، وغادي نتكلموا بعد تصريحات من الليل وين قصف الاتحادية الجزائرية. الفاف اليوم تطلب من السلطة العليا لمعاقبة رئيس شبيبة القبائل شريف من الليل، وين رايحة الأمور تتخلط بين نقولوا بين إدارة شبيبة القبائل مع هذه الاتحادية اللي تبحث دائما على مشاكل والمشي والسير في مشاكل، والاستثمار هما اللي عندهم فايدة كبيرة. متهمين من جهات خافية، خلط في البرج ما ناضتش، خلطها في سطيف ما ناضتش، روح البشار ما ناضتش، لمسية سيربي ما ناضتش، عاودوا لي لجياس كراني نقولكم انا الله يجعل يطردوهم قاع كذا كذا كي الله يجعل السلطة. هذا كيطالب في السلطة باش تعاقب، وذا كيطالب في السلطة باش تعاقب، نورمالمون في زوج ناقو خاطش عليه كلش مؤامرة للجزائر، كلش مؤامرة للجزائر. أنا نقولها ونعاودها، مؤامرة للجزائر، يعني ماشي قضية برايش قضية تاع كرة قدم، قضية خيانة، ناس خونة، ناس مؤامرة. أنت جي اسكا أعطيها كأس الكافة، نورمالمون أنت تشجعهم، أنت تشجع جي اسكا وسطيف، نورمالمون أنت تشجعهم. بولا حبست خويا، حنايا بنشرفوا الجزائر، غادي نعطوا جي اسكا ونعطوا لسطيف يلعبوا في لافريك اللي مشرفين الجزائر اللي بدا. انا ما خاصنيش نضرب دوره عاود ولي تاكل دراهم باطل، غادي ياكلوا دراهم باطل. هذا هو غادي بروميتوري جوا ليكيب اللي تجيب مساوي ايكيب بيلعب لك على الشامبيون برك، ماشي برك بيلعب لك على الشامبيونز ليغ. راه غارديا تاع الرجاء تبات تلعب ما تبركيلاش، غارديا تاع الرجاء تبات تلعب وما تمركيلاش. شاك طبطب جاي جاي تلعب لي، انت تلعب في قرد مالك، راه يجعل ان شاء الله قاعد توخروه. واعطي جياسك خليها تروح تلعب، اعطي جياسك خليها تروح تلعب. صح سطيف، سطيف لعبتوها لنا تقولوا لنا بلي نورمالمون سطيف كره طاحت. صح راني معاكم، صح هذه راني معاكم، صح نلعبها ما نعرفش ونجي معاكم، صح نلعبوها ما نعرفش. خاص نتوما سطيف درتو لها كاع المشاكل باش تطيحوها، سطيف درتو لها كاع المشاكل باش تطيحوها. مكالمة صرات في مارس، ربع شهور باش قلتولنا بلي كاينه مكالمة، ربع شهور مكالمة في مارس، ربع شهور باش وصلتكم، كانت تحبوا باش وصلت عندكم. كونيكسيون ما كانتش، كونيكسيون المكالمات ما كانوا مقطع، كلش كان مقطوع ما سمعتوش. هاي صح نجو معاك جياسكا، ما تنجمش تعطيها، اعطيها جياسكا اعطيها. راه بريزيل رئيس اتحادية وزير شبيبة ورياضة تاع تونس هذيك المرأة وقيلة ما عرفتش شكون قالت لهم لو كان جات انا عندي جياسكا سطيف نلعبهم، خاطش عليه يشرفوا ونعاونهم ونعطيهم كل الامتيازات باش يشرفوا الاعلام. انت اعطيهم كاع نورمالمون في تعاونهم، مشي تحطمهم. انتوما جيتوا تحطموا الاعلام تاع الجزائر، جيتوا تحطموا الجزائر لازم ما تبانش، وراهي باينه، راهي باينه في البطوله الجزائريه. اللاعبين تاع المنتخب الوطني جيتوا نتوما الاولى، طردتوا غولب، زدتوا طردتوا كيسموه محرز ياكم جالسين كاع على هذه محرز. بصح ما نساهاش محرز، مازال في راسه محرز، مازال في راسه هذه كاع ما تجبدوهاش. هذه محرز بن طالب كاع طردتوهم، نسيتوها هذه يا راكم ناسينها. في غولين بولحي ليجي بريزيدون، صحافه طايحه، الصحافه كانت هذاك كمال مهوي معامل، هذاك زين عامر معامل، اللي كانوا في قناه النهار معامل، اللي كانوا في الهداف معامل، كاع كانوا مع زتشي، يباتوا ويظلوا يعايروا فيهم. زتشي ما قالش كلمه، كان يجي يدافع على ماجر. من يقولوا له بالشيخ يقولوا نحترم بالشيخ، خاطش عليه كانوا كاع متهمين، حطمهم طردهم ما يبقاوش. ياه هذه ما تهدروهاش هذه،
انا كون جيت وزير ولا جيت رئيس دوله يا ودي والله بيزوت اروح اتولي شار اتولي تشوف شار نجيب شار اقلع كاع كسوتك زلط روحك زلط روحك زلط ابوال زلط اب زلط نربطهم بالشار ندور فيه في العاصمه بالشار ندور في العاصمه نقول لهم هالي ما يخدمش اب اي كان منا لا تهديدات لا والو كاع تروحوا كاع كيف كيف نتوما نتوما كاع كيف كيف قالت على كنت خدمت الناس ما تهدرش انت تحقر في الغاشي ومين يهضروا على ارواحهم تقول لهم نشكي انت شكون انت كاع اي راهم راهم يخطوا على جال الجزائر باش تتعاقب رياضيا كلش باش يعاقبوا خاطش عليه كان قادر حبس روح ما تشكي ما والو خويا انت غادي تلعب انا غادي نعاونك وصل 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 للتاليه تبعها للتاليه بصح انتوما باغينا كيما هاك انت خلطتو في كاع الولايات وين روحتو ضروك روحتو للجياسكا باش تنوضوها بجياسكا وجياسكا وين غادي الاداره ما غاديش يسمحوا في روحهم يصراكم كيما الياسما يبهدلوكم الياسما بهدلتكم الياسما هي اللي كشفتكم كشفتكم وكاين انديه اللي غادي يشكو هذه هي كاين انديه اللي غادي يشكو انديه اللي ما يسمحوش في روحهم دير حسابك انصار جياسكا كاين بارتو كاين بارتو في رمشة من العين يلمولك بالخف بالخف يدمروك ويديروا احسن محامي في العالم ويدوه لوزان هيا فماك انت اهدر انت تحوس عليها كيما تحوس تخرب فيها اسمعوا شو هذا الصحفي شاهد اسمعوا يعني وفي حال يعني نفترض ان شبيبه يعني على قرار اتخذ قرار عدم مشاركه شبيبه سعيد كيف سيكون رد الاداره؟ الرد سيكون غير ايجابي الاداره سوف حتما تلجا الى الطاس وتلجا الى كل سمعت شو سمعت ان شبيبه يعني على قرار اتخذ قرار عدم مشاركه شبيبه سعيد كيف سيكون رد الاداره؟ الرد سيكون غير ايجابي الاداره سوف حتما تلجا الى كاين ناس كاين شوف يعني نقول له نعاودها الجدر الكبيره رانا عارفينها راهي في الحبس النبته اللي تحوس على تحطيم الجزائر مازال ما كذبناهاش مليح الى الطاس وتلجا الى كل اي شيء اللي يخليها تجيب الحق ديالها انا اعرف بلي شبيبه لن تسكت على حقها يعني سعيد هذه القضيه حسبك ستشكل يعني ستشكل وهذا الاتحاديه عارفه بلي جياسكا ما غاديش يسكتوا على حقهم عارفين بلي يروحوا للفيفا وعارفين بلي غادي يشكو في طوع يعاقبوا الجزائر وضروك الاتحاديه تخرج تقول لك نطلب من السلطه يعاقبوا هذا الرئيس يا ودي غادي يخرجوا كاع ناس وحده اخرين انت ديرها ومن بعد تلعبها بيت تجبد روحك بلي مشي انا ها الأخيرة شهدت أزمات كبيرة في الكرة الجزائرية هل ستكون هناك أزمة أخرى بين شبيبة والاتحاد؟ نستطيع أن نقول بلي سوف تكون هناك أزمة كبيرة بين شبيبة القبائل وخاصة الفيدرالية بما أنه إدارة شبيبة القبائل تتهم الفيدرالية وتتهم الرابطة رئيس شريف ملال قالك أنا لا أعترف لا بالرابطة التي ما عندها الموندا ديالها خلاص ولا أعترف ب حقيقة نورمالمو مدور ما عنده تدخل مدور يجبد روحه يوخر خاطش عليه راهي مش راهي غير معترفين بها لجنة الانضباط غير معترف بها كشفتهم المحكمة تاع المحكمة الدولية باللي هذه لجنة الانضباط ولا المنازعات غير معترف بهم تما راهم غير شرعيين نشطها شريف ملال وفتح فيها النار على مسؤولي الكرة جعلت الاتحادية تفكر مجددا يعني وتفضل التريث للإعلان عن المتأهل الثاني للكاف يعني نتكلم على شبيبة القبائل نعم. لازم نترك حرب العصابة حرب المصالح نعم. حرب المصالح من جهة نعم. خليهم حرب مصالح احنا نتكلموا على شبيبة القبائل اللي عنده يكون عنده مشكل مع رئيس شبيبة القبائل نخليه سام بروبليم بيرسونال خليه دو كوتي رانا نتكلموا نعم. على زعيم افريقيا رانا نتكلموا على فريق اللي رفض الرايه الجزائريه نعم. نهار منذ الاستقلال فريق شبيبة القبائل الميريت بان نجريوه انا سمعت يقول لك بلي سي لا جياسكا حتلعب لا كوب لا كاف سوغ ان شوا بار ديفو علاش بار ديفو معناتها كيما يلعبوش كاع لي كلوب تاع لي كالي كلوب كاليفي ما تحتي ديزيستي وكاع باش نلعبوا فريق كيما شبيبه القبائل من حقها
سي با زان شوا باغ ديفو، فريق شبيبة القبائل من حقه يلعب كأس الكاف. هل والله العظيم والله لكل اسمه أمارة الجزائر، أنا نطلب من السلطة العليا، هذا رئيس الاتحاد يا شاقل قال نطلب من السلطة العليا باش يعاقبوا من الليل، أنا نطلب من السلطة العليا يا ودي قال لي راهم ضروك في اللي جاو في وقت الهادي ود علي وجاو في وقت حداد وكان راضي عليهم حداد وراضي عليهم الهادي ود علي، يا ودي ما تخلوهمش راهم خاطر على الجزائر، راهم خاطر والله لا خاطر، والله لا خاطر، كيما ذاك اللي جا